يعني المشكلة القوية عفواً عند أغلب الشعراء تكون إنه من يريد يوصل للناس يوصل بطريقة مبتذلة. أي شخص يستغل الأطفال ويعتدى عليهم هو مجرم. هذا سؤال كلش مستفز. ما يحكمون على الناس، ما يجرحون أحد، ما يحجون بشيء أنت فاقدته. لأنك تقدر راح تكون مؤثر. انتظروني أنا حنين غانم في برنامج تقدر كل يوم جمعة الساعة 9 مساء على قناة التغيير.